السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة سناء الهادي. النهاردة هنتكلم على باسرك، يلا بينا. أول حاجة لازم نعرف إيه هي السيركل. سيركل دي عبارة عن set of points of the plane at constant distance from a fixed point. البوينت دي هسميها السنتر. طيب by way لازم نعرف circumference of circle equals 2πr أو pi d، where r اللي هو ال radius و d اللي هو ال diameter. طب لو هجيب area of circle equals pi r power 2. في third prep كان عندنا lessons كتير بتتكلم على ال circle، فهناخد corollary 1 كانت بتقول ايه. الدياجرام اللي قدامنا فيه كورد اسمه AB، وعندي السنتر بتاعت السيركل اسمها M، ومرسوم straight line passing through the center وبيعدي بالميد بوينت بتاعت AB. تعالوا نشوف الكورولاري هنا بتقول لنا ايه. بتقول لي the straight line passing through the center of the circle and the midpoint of any chord of it هيحصل له ايه؟ هلاقيه perpendicular. طيب يعني معناها خلي بالك من الدياجرام ده، عندنا ثلاثة كورولاريز شبه بعض، في ثلاث شروط بيتحققوا، يعني اتنين موجودين فالثالثة تحصل معاهم. اللي حصل هنا ان انا عندي كورد وعندي ستريت لاين بيعدي بالسنتر من وبيعدي على الميد بوينت بتاعت الكورد، فاكتشفت ان الستريت لاين ده بيربنديكولار على الكورد. الكورولاري اللي بعدها فيها شرطين تانيين متحققين فالتالت هستنتجه. تعالوا نشوف برضو. هنا بيقول لي the straight line passing through the center of the circle وperpendicular على الكورد، يبقى في الحالة دي هستنتج ان هو bisect الكورد، يعني شرطين التانيين حصلوا والتالت هيتحقق. طب الكورولاري 3 تعالوا نشوف هتقول ايه. هنا بيديني ان الستريت لاين بيربنديكولار على الكورد من الميد بوينت، فا اوتوماتيكالي هستنتج ان هو passing through the center. يبقى بتقول the perpendicular bisector to any chord of the circle passes through the center of the circle. Next. هنا بيتكلم على relation between two circles. هنا عندي two circles distant from each other، يعني بعيد عن بعض، وكان center فيهم الأولاني بتاعت circle 1 اسمه M والcenter بتاعت circle 2 اسمه N، وهنفترض ان radius بتاعت M اسمها R1 والradius بتاعت N هي R2. احنا النهاردة جايين وهنحسب الdistance MN في كذا case هيجوا ورا بعض. هنا دلوقتي طالما هما distant from each other يبقى المسافة اللي هي MN دي زي ما احنا شايفين انها greater than R1 plus R2، اكبر من summation بتاعت التو radii. طيب تعالوا نشوف. هنا لو عندي التو circles touching بس externally هتلاقي distance اللي هي MN اللي هي المسافة between التو centers مالها بتساوي R1 plus R2، يعني الصام بتاعت التو radii. الكيس هنا لو التو circles كانوا intersecting فهتلاقي ان ال MN greater than الdifference ما بين التو radii، يعني greater than R1 minus R2، و smaller than summation اللي هي R1 plus R2. مش عايزاكوا تقلقوا، هنعمل summary للكلام ده بعد شوية، هتلاقي الدنيا بسيطة خالص. عندي two circles بس هنا touching internally، فهتلاقي ان ال MN عبارة عن ال difference ما بين ال two radii، يعني R1 minus R2. طيب عندي one circle inside the other اللي هي دي، one circle inside the other اللي هي دي، هتلاقي في الحالة دي ان MN less than R1 minus R2. طيب لو لقيت زي الكيس اللي معانا هنا ان التو سيركلز concentric، concentric يعني ليهم نفس السنتر بس مع اختلاف طول الريدياي،
يبقى الديستانس اللي اسمها ام ان في الحالة دي هتلاقيها بتساوي زيرو، لان هو نفس السنتر. تعالوا نعمل سمري للكلام ده. انا عن نفسي بنصحك ان لو جالك بروبلم بتحتاج فيها الديستانس ما بين تو سنترز كده، ترسم زي حاجة زي النمبر لاين اللي قدامك ده او لاين زي اللي قدامنا وهنرقمه. هبدأ اكتب concentric، هكتب بعد مسافة كده touching internally، بعدها بشوية هكتب touching externally. تعالى فوق concentric وحط zero لسه شايفينها، تعالى فوق touching internally واكتب r1 minus r2، تعالى فوق touching externally واكتب r1 plus r2. يبقى هيتفضل عندنا ان احنا نكتب الايتمز اللي هي in between. تعالى هشاور لك كده ونشوف. اول حاجة هكتب ما بين الconcentric والtouching هكتب one inside the other، ما بين التouching internally والtouching externally هكتب intersecting، وفي الاخر خالص هكتب distant. يبقى انا كده باللاين ده لميت كل الرولز اللي ورا. مش هيبان قدامك دلوقتي ايه فايدتها غير لما تبدأ تحل problems، هتلاقيها مهمة جدا جدا جدا. next، هنا هنتكلم على relation between the chords of the circle and its centers. اول حاجة يعني ايه chord؟ الكورد ده بيبقى line segment بتوصل ما بين two points على circumference بتاعت السيركل، وby way the longest chord هو الديامتر. طيب هنا بقى اول theorem بتقول لي ايه؟ if chords of circle are equal in length، يعني لو كان عندي circle كده وكان عندي كورد وكورد تاني كانوا equal in length وده السنتر بتاعت السيركل. طيب then they are equidistant from the center، ولما بتكلم على equidistant يعني معناها perpendicular distance، يعني لو انا هقيس من السنتر هرسم خط كده من السنتر وهرسم خط تاني من السنتر كده، فهلاقي الانجل دي right، هنا right angle وهنا right angle، معناها انه عايز يقول لي ان الديستانس دي قد الديستانس دي بالظبط. يعني الديستانس ما بين الكورد والسنتر هنا قد هنا بالظبط. طيب تعالوا نروح لحاجه تانية. الكونفرس بقى بيقول لك ايه؟ لو لقيتي او لو لقيت ان الديستانس نفسها هي اللي ايكوال، فهستنتج على طول ان التو كوردز ايكوال ان لينث. طيب هنا بنتكلم على حاجة اسمها the measure of arc. تعالوا نشوف يعني ايه arc. لو انا عندي circle بالمنظر ده، لو انا عندي circle كده وده السنتر، فانا هرسم الانجل دي اسمها central angle. يعني لو circle اسمها M، الانجل اللي عندي دي اسمها central angle. طيب لو جيت عند الجزء ده كده اللي انا بتقل عليه، ده كده اسمه arc. arc الميجر بتاعت الارك ده هي نفس الميجر بتاعت السنترال انجل اللي سبتند الارك دوت. طيب يبقى تعالوا نشوف اللي مكتوب. the measure of the arc it is the measure of the central angle which subtend this arc and it is measured by the measuring units of angles اللي هي degrees minutes and seconds. next، لو انا عندي measure of semicircle فأنا هبقى عارف إنها 180 degree، لأن الميجر بتاعة السيركل كاملة بتبقى 360 degree. طيب لو هنتكلم بقى على length of arc مش its measure، هجيب ازاي length of arc؟ قالك تجيب central angle، الميجر بتاعة central angle بتاعة الارك تبقى divided 360 كلام ده times the circumference of circle اللي هي 2πr. يعني دي الرول وهنا التفاصيل بتاعتها. تاني يبقى ازاي هقدر احسب length of arc؟ يبقى the length of arc equals the measure of the arc divided the measure of the circle times circumference of circle. طيب تعالوا نشوف important corollaries concerning arcs. زي ما احنا شايفين في الدياجرام عندنا two angles اللي هي AMB
والانجل التانية دي ام سي، دول كانوا equal in measure، two central angles equal in measure. فمباشرة هستنتج ان الارك بتاعت الانجل الاولانية اللي هو arc AB equals arc DC، والعكس صحيح، لو لقيت arc قد arc تبقى central angle قد central angle. تعالوا نقرأ الكورولاري. In the same circle or in congruent circles, if the measure of arcs are equal, then the lengths of the arcs are equal and vice versa. طيب هنا ايه اللي يحصل؟ لو عندي angle قد angle، central angle قد central angle، فانا استنتجت ان length of arc قد length of arc. هستنتج كمان ان length of chord قد length of chord. تعالوا نشوف. In the same circle or in congruent circles, if the measures of arcs are equal, then their chords برضو هيبقوا equal in length and vice versa. طيب هنا مديني two chords بس كانوا parallel، يعني عندي الكورد اللي اسمه AB parallel للكورد اللي اسمه CD. فلو عندي two parallel chords يبقى الarcs اللي هي موجودة ما بينهم ده وده هتلاقيهم equal في الحالة دي. طيب يبقى الكورولا اللي بتقول ايه؟ If the two parallel chords are drawn in circle, then the measure of the two arcs between them are equal. طيب هنا عندي حاجة اسمها tangent اللي هو اسمه CD. يعني ايه tangent؟ tangent يعني straight line، بتبقى بتلمس السيركل، يعني touch the circle in only one point. تمام؟ ده غير السيكنت. سيكنت يعني بيقطع السيركل في two points مثلا. تمام؟ طيب يبقى انا عندي CD ده اسمه tangent، وعندي AB ده chord، ولقيتهم parallel. يبقى in this case هلاقي ان الميجر بتاعت الارك اللي اسمه AE equal arc BE. تعالوا نقرأ الكورولاري ونشوف. If a chord is parallel to a tangent of a circle, then the measure of the two arcs between them are equal. Next. هنا بقى هنشوف الrelation between central angle and inscribed angle. Central angle اتعلمناها خلاص، اللي هي مثلا في الديجرام ده اسمها AMB. يبقى AMB ده central angle. طيب inscribed angle يعني angle vertex بتاعها بيبقى belong to the circumference of circle. يعني هنا inscribed angle هي ACB. العلاقة بين central angle والinscribed angle اللي ليهم نفس الارك اللي بيشيلهم subtended يعني by same arc اللي اسمه AB، هلاقي ان central angle الميجر بتاعتها double الinscribed angle. In other way, the inscribed angle measure half the measure of central angle. تعالوا نشوف مكتوب ايه في الثيرم. The measure of the inscribed angle is half the measure of the central angle subtended by the same arc. Next. طيب هنا بيقول ايه؟ هنا نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه. The measure of an inscribed angle is half the measure of subtended arc. لان ال subtended arc الميجر بتاعته هي الميجر بتاعت ال central angle. طيب هنا لو عندي inscribed angle مرسومة في semi circle على half circle، ده هستنتج انها right angle. يبقى the inscribed angle in a semi circle is right angle، اللي هي دي كده right angle، اللي هي C. angle C is right. Next. طيب هنا في حاجة اسمها well known problem، يعني هي ما بتبقاش theory ولا corollary، بس يعني حاجة خلاص، يعني حقيقة fact. تعالوا نشوف. لو عندنا AB و CD two intersecting chords، chord عامل intersection مع chord تاني inside the circle at point E. طب أنا عايز أحسب الميجر بتاعت الأنجل اللي اسمها DEB، وليكن DEB اللي هي بتساوي AEC. كده كده هما VOA يعني vertically opposite angle. ازاي هحسب حاجة زي كده؟ قال لك دي
when known problem يعني مش محتاج تعمل لها proof. هتقول ان الميجر بتاعت الانجل اللي هي دي اي بي دي equals half هفتح bracket ميجر الارك اللي اسمه دي بي بلس الارك اللي اسمه اي سي. يبقى تاني half افتح bracket ميجر الارك اللي هو دي بي بلس ميجر الارك اللي اسمه اي سي. طيب لو عايز احسب ميجر الانجل اللي اسمها سي اي بي خلاص يبقى هشوف الارك اللي هي كورسبوندنج ليها اللي هو ده هو والارك اللي الناحية التانية اللي هو ده يعني half CB arc plus AD arc جوه البراكت. next تعالوا بقى نشوف لو كان عندي ال two chords intersecting outside the circle يعني كان عندي CB ده chord و ED كورد تاني وعملت لهم intersection مدتهم فعملوا intersection في point اسمها A outside the circle. لو outside the circle يبقى major angle BAD سهلة جدا هقول له equals half بس هفتح bracket الارك الكبير اللي هو ده minus الارك الصغير اللي هو ده يبقى half هفتح bracket arc CE minus arc BD ده عشان كانوا intersecting outside the circle. next طيب هنا بيتكلم على ال inscribed angles اللي subtended by the same arc مالهم اكيد equal in measure. تعالوا نشوف in the same circle the measure of all inscribed angles subtended by same arc are equal. وايه علاقتهم بقى لو في central angle معاهم subtended by the same arc بيبقوا half ال central angle وهم برضو half الميجر اوف الارك اللي اسمه AB. طيب هنا بنتكلم بقى على tangent segment يعني ايه tangent segment؟ بتبقى line segment زي اللي هي اسمها AB والline segment التانية اللي اسمها AC. ايه line segments اللي هم tangent دول؟ بيبقوا touch the circle in only one point اللي هي AB touch the circle M في point اسمها B و AC touch at point C. طيب ايه العلاقة بين AB و AC؟ بيقول لي the two tangent segments drawn to a circle from a point outside it مالهم equal in length يعني دي اللينث بتاعتها قد دي AB equals AC don't forget. طيب هنا بيقول لي the measure of the angle of tangency يبقى جالنا ترم جديد اسمه angle of tangency. تعالوا نشوف يعني ايه. لو انا عندي AC عبارة عن tangent of the circle طيب و AB ده مثلا chord جوه السيركل يبقى الانجل اللي هي between AC و AB chord ديت عبارة عن اسمها angle of tangency هلاقيها الميجر بتاعتها equal ال inscribed angle اللي هي subtend the same arc اللي اسمه AB. يبقى زي ما احنا شايفين ميجر انجل BAC equal ميجر انجل BDA. يبقى مكتوبة عندي ايه في الثيرم بقى؟ the measure of angle of tangency is equal to measure of the inscribed angle subtended by same arc. next طيب هنا بيقول لي the measure of angle of tangency هي فين الانجل of tangency؟ مين عارف؟ اسمها BAC اللي هي عبارة عن ايه؟ هي الانجل اللي between ال AC tangent and AB chord. مالها دي بقى؟ اكيد بتبقى half الميجر بتاعت السنترال انجل اللي اسمها BMA. طيب تعالوا نشوف الكورولاري بتقول ايه بالظبط. the measure of the angle of tangency is half the measure of the central angle subtended by same arc. next كده نكون وصلنا لنهاية شرح السيركل بالثيوريز بالكرولرز بتاعتها. لسنا بقى فيديو كويس جدا في مسائل نتمرن قوي على السيركل عشان بتيجي كتير جدا في الامتحانات واتمنى لكم التوفيق. يا رب يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم. لو كان مفيد واستفدتوا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس واستنوا كل فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.